هذه الحلقة برعاية تطبيق مرسول اللي يوصل لك كل شيء، مو بس وجبة طعامك. حتى أن مرسول عندهم خدمة جميلة وهي جبلي اللي تساعدك تكتب أي شيء محتاجة ومرسول بيتصرف ويجيب لك. اسمي لبنى الخميس، أقدم بودكاست أباجورة، أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجاربي المختلفة في الحياة. هذه الحلقة بعنوان العشاء الأخير. إذا كان في أكلة تمثل شخصيتك، إيش بتكون؟ يمكن تستغرب من السؤال، لكن كل أكلة لها شخصية، بعضها خفيفة على القلب وبعضها ثقيلة على الروح، بعضها ذات كاريزما طاغية يحبها الجميع، وبعضها انتقائية متغطرسة لا يفهم مزاجها ويقدر لذتها إلا قلة، بعضها مراوغة تبدو قاسية من الخارج وهشة من الداخل. في أكلات اتكالية لا يمكن أن تقدم دون طبق أقوى بجانبها، وبعضها قوية ومتسلطة لا ترتضي إلا صدر المائدة، بعضها ارستقراطية لا تتألق إلا في الموائد الفارهة، وبعضها شعبية تعشق أفواه البسطاء. يبدو أن كل ما نلمسه بأيدينا كبشر نسقط عليه أطباعنا ومشاعرنا، من المدن اللي نبنيها إلى البيوت اللي نقطنها إلى الأطعمة اللي نصنعها. علاقة البشر بالطعام كانت ولا زالت مثار دهشة وفضول عندي. الطعام مرآة ناصعة لتطورنا البشري، من أجله طوعنا النار وغزينا الدول وخذنا الحروب وتداخل في الأديان، فجاء الصيام مهذباً ومعلماً، ونزلت سورة المائدة وذكر التين والزيتون والعنب والرمان، وتمتع بالقدسية اللي تأهله لأن يكون أثمن القرابين اللي تقدم للآلهة عبر التاريخ. قبل 2,000,000 سنة يروى أن صاعقة أشعلت برق ولد حريقاً عن طريق الخطأ، وانتخب أجدادنا القدامى حارساً لرعاية شعلة النار ليلاً نهاراً، وجربوا طهي الطعام لأول مرة، وفجأة توسعت خياراتهم من تناول المواد الخام في الطبيعة إلى تناول الأطعمة المطهية فوق ألسنة النار. الطعام المطهي وفر قيمة الصحة والوقت للإنسان الأول، فبفضله نمت أدمغتنا وكبر حجمها، فازددنا ذكاءً ونبوغاً لاستفادة أجسامنا من عناصر الغذائية، فبات الطعام المطهي أسهل بالهضم ولا يستغرق أكثر من ساعة، في حين كان الطعام النيء يستغرق نحو 7 ساعات للهضم، مما وفر مزيد من الوقت للإنسان الأول. ولأول مرة وبفضل النار ارتقت علاقتنا مع الأكل من حاجة إلى اشتهاء إلى مشاركة إلى متعة تداعب الحواس جميعها. فكروا فيها، تناول الطعام قد يكون الفعل الوحيد اللي تستخدم فيه جميع حواسك بلا استثناء. من لحظة تأمل وصول شريحة البيتزا إلى طاولتك، ثم لمس سخونة العجين الخارج للتو من الفرن، وصولا لاستنشاقك رائحة صلصة الطماطم الممزوجة بالريحان، إلى لحظة تذوقك الموزاريلا الذائبة والزيتون المنثور على سطحها، وانتهاءً بتسلل صوت قرمشة حواف البيتزا إلى مسامعك. لكن أحياناً لا يهم إيش تاكل بقدر مع مين تاكل، مين الشخص المفضل اللي تحب تشاركه تجربة مطعم تو فاتح، فتجربة الطعام لها لذة مضاعفة مع الشخص المناسب، المواضيع اللي تطرح، المشاعر اللي تكبر، والذكريات اللي تصنع حول طاولة الطعام، ربما لأنه يشاركنا شغف التذوق، أو يقاسمنا جرأة التجربة، أو يقاربنا بنوع الذائقة. على فكرة ذائقتنا بالطعام غير ثابتة، بل ممكن يغيرها وقوعنا في الحب. إذ نشرت مجلة أبيتايت المتخصصة بأبحاث الطعام دراسة تقول بأن الحب يغير طعم الأطباق والمذاقات، إذ درس باحثون من ألمانيا وبولندا
100 زوج استمر زواجهم لفترة تصل إلى 45 عام. بحسب الدراسة، فإن الأزواج الذين أمضوا وقتاً مع بعضهم تغيرت أذواقهم وتطور توافقهم حتى في اختيارات المواد. الحب لم يجمل نكهات الحياة فحسب، بل الأطباق أيضاً. مو بس الأشخاص، حتى البلدان ممكن تغير علاقتنا بالأكل واستلذاذنا بالأطباق بحسب الثقافة السائدة فيها. الأمريكان مثلاً ينظرون للطعام كوقود للمضي في عجلة اليوم، في حين يعتبر الفرنسيين طقس وفن ومتعة حياة. يفضل الفرنسيون تناول الوجبات سوياً، وتدوم الوجبة فترة قد تصل لأربع ساعات في عطلة نهاية الأسبوع. في دراسة لطيفة أجراها الأستاذ بول روزن وفريقه من جامعة بنسلفانيا، راقبت الوقت اللي يقضيه الأمريكيين مقابل الفرنسيين في سلسلة مطاعم ماكدونالدز، فوجدوا بأن الفرنسيين قضوا وقتاً أطول مقارنة بنظرائهم الأمريكان في تناول البرجر وحبات البطاطس المقلية. الطعام وما يدور حوله من طقوس كان مصدر إلهام أشهر الأعمال الأدبية والفنية اللي عرفتها البشرية. فها هي حكاية ألف ليلة وليلة تزدحم بألوان الأطباق والثمرات والمشروبات، ويظهر الطعام كمادة أصيلة في كل من رواية الذواقة للروائي الصيني لو وينفو، ومذكرات طعام صلاة حب للكاتبة الأمريكية إليزابيث جيلبرت، ورواية أفروديت للروائية التشيلية إيزابيل ليندي. ولطالما ألهمت ألوان الطعام وأشكاله مخيلة الفنانين والرسامين منذ أقدم العصور. فهذه أشهر جداريات دافنشي، العشاء الأخير، تجسد المائدة الأشهر التي تجمع المسيح بطلابه، ويحاول إلى الآن الباحثون فك شفراتها المخفية في طيات الصحون المتناثرة والأيادي الموزعة حول الطعام. ولوحة آكلو البطاطس لفان جو التي اعتبرها واحدة من أفضل أعماله، لأنها نقلت بصدق شظف حياة الفلاحين. حتى في الأغاني تزخر ثقافتنا العربية بأصوات أحببناها تحتفي بالزيتون والليمون وصحن التبولة وكوب القهوة. أما في الحياة السياسية، فالطعام يعتبر قوة دبلوماسية ضاربة في تمرير الرسائل وتشكيل الانطباعات. ولا عجب أن الكثير من القرارات السياسية تعقد على مائدة العشاء، تلك الوجبة الأشهر في مسرح الحياة الدبلوماسية، لأن الطعام كما تقول عنه هيلاري كلينتون هو أقدم أداة دبلوماسية. في خلفية كل مشاهد حياتنا وأينما توجهنا، هناك مائدة ممدودة. في كل فصل من الحياة كان في وليمة تتسع أو تضيق باختلاف الوجوه وتبدل المواقف. على طاولة الغداء تلقينا الآداب الأولى من آبائنا، وفي طابور المقصف صنعنا ألذ الذكريات مع أصدقائنا، وفي لقاء قهوة اكتشفنا أرواح شركائنا، وفي موائد الجدة جمعنا أثمن حكاياتنا. كل تلك الوجبات الدسمة والموائد العامرة ما هي إلا سجل حافل لأهم الأحداث المحورية في حياة كل واحد منا. عشاء ميلادك، عزيمة تخرجك، وليمة زفافك، كلها أحداث اجتماعية حافلة مكوناتها الأساسية تتخطى الخبز والملح والزيت والبهارات. هي مشاعرك وذكرياتك ووجهة نظرك عن العالم والناس. الطعام حاضر على ألسنتنا ليس فقط بنكهاته، بل بمفرداته اللي تأثر على طريقة وصفنا للأشياء والمشاعر من حولنا. كلنا عشنا أيام حلوة بحلاوة السكر، وأيام مرة مرارة العلقم، وعاصرنا مواقف استوت أو انشوت فيها قلوبنا. كلنا نعرف أشخاص لما يتكلمون يبهرون السالفة، وناس يعطونك الزبدة من الموضوع، وناس لما يعملون على مشروع يطبخون على نار هادية. ويقال في شوارعنا العربية طنجرة ولقت غطاها، في المتوافقين في الطبع والشخصية، وتغدى فيه قبل لا يتعشى فيك، في الحث على استباق الأمور، واللي يتلسع من الشربة ينفخ في الزبادي، في الدلالة على الحيطة
والحذر، حتى في الغزل هذه مملوحة وهذا دمه زي العسل. لكن مو كلنا بارعين في استخدام الكلمات، مو كلنا نملك مهارة التعبير عن عواطفنا ومشاعرنا في عبارات أنيقة ومنمقة. لذلك تبقى أبجدية الطهي إحدى أقدم لغات الحب، والفرن الدافئ ألطف منابر التعبير. اسألوا أم هرطهات الكون، أمهاتنا، بوصفاتهم المعجونة بالحب، المخلوطة بالصبر، المطبوخة بالحكمة، لأن الطعام استحضار لأرواحهم وأذواقهم وإرثهم الحي اللي يعيش في ذاكرتنا بتقادم السنوات. عشان كذا ما لقيت أقدر من مطبخ خالتي على استقبالي لتحضير طبق أثير في ذاكرتي وذاكرة كل السعوديين، كبسة. ولكن مو أي كبسة، كبسة خالتي فوزية اللي تعود وصفتها إلى أكثر من 80 سنة. هذه أنا يعني أخذتها من أمي، وأمي أخذتها من جدتي منيرة الله يرحمها، من أهل الدرعية. هذه من عبق الدرعية، يا رائحة الأجداد والأولين وأهل نجد. وبدأت بسرد قائمة المقادير المصفوفة بألوانها الزاهية قدامنا، ليمون أسود والدارسين، كم حبة مسمار، والفلفل والصلصة والطماطم. وتحكي لي بحب عن طريقة الإعداد وكأنها بحضرة جدتي الله يرحمها. قاعدة أمي من النوع اللي تحب تطبخ، وهي قاعدة وتولع الحطب والفحم، ونقعد نساعدها الله يرحمها كأنها عندي الحين. في المطبخ كانت تتعالى أصوات حمسة البصل مع ريحة البهارات والمكونات اللذيذة. شميت ريحة السمنة؟ شميتها خرافية، سمنة أورجانيك. يا خالتي الحين وصلت أصداء الكبسة الباقي أعضاء العائلة وبدأوا يتوافدون. الله يحييك وخير واجد. متى يخلص؟ خلاص قرب. هم عجل بالكبسة. بعد تقريبا نص ساعة صارت الكبسة جاهزة للأكل. يلا يلا جبت كبسي. بارك الله. أهلا وسهلا، تفضلوا على العشاء يا بنات. بعد عام في الغربة، كبسة خالتي أشبعت العاطفة قبل ما تشبع الجوع، فللطعام قدرة تتجاوز الطريق إلى المعدة، بل تتمدد إلى عواطفنا وأفكارنا. ولا غرابة أن ترتبط شهوة الأكل ارتباط وثيق بشهوة الحياة، وإلا لما كانت آخر مصافحة بين المحكوم بالإعدام والحياة وجبة الطعام يختارها ليودع الدنيا بأطايبها ومتاعها ويلقى حتفه بعدها. أخيراً انظر إلى مائدتك بتوابلها التي تحملك على متن قوافل الهند، ولحومها التي تنقلك إلى مراعي نيوزيلندا، ومخبوزاتها التي تعبق برائحة فرنسا، وقهوتها التي تنقلك إلى حقول جازان. مائدتك عالم مصغر ورحلة عبر الزمان والمكان، تتجدد كل يوم وتتبدل بتبدل الأطباق والموائد. تذكر أن كل طبق تتناوله هو شاهد حي على شغف الإنسان بإحدى أكثر ملذات الحياة ارتباطاً به، منذ الحبل السري وحتى الوجبة الأخيرة. هو دليل ملموس على أن ما يربطنا بالحياة يعدو عن فكرة النجاة والاستمرار، أننا في سبيل النكهة الألذ والطبق الأشهى نسخر السبل، نقطع الحدود ونقرب المسافات.